السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوط أول نادي الأهلي أمام فيتا كلوب، تمكن النادي الأهلي من إحراز هدفين. شوط أول هو الأقوى والأفضل للنادي الأهلي خارج الديار منذ ماتش الوداد بره في النسخة اللي فاتت من بطولة دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي النهارده الشوط الأول عمل كل حاجة في الكورة، أحرز هدفين، الهدف الأول محمد شريف والهدف الثاني محمد مجدي أفشة، ضيع أكتر من هدف زي ما ضيع هنا في القاهرة أمام فيتا كلوب، ضيع كمان هناك، وما كانش فيه فريق فيتا كلوب له أي خطورة على النادي الأهلي سوى الكورة اللي ردت من القايم ويتمكن من الشناوي بعد كده من صدها واتحسبت أوفسايد. المباراة ماشية في اتجاه النادي الأهلي بشكل كبير جدا. درجة الحرارة النهارده تعتبر بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي كويسة عن ماتش سيمبا، كمان الامطار خدمت النادي الاهلي وخلت ارضيه الملعب تبقى احن بشويه وما تبقاش ناشفه على رجل لعيبه النادي الاهلي. كل ده صب في مصلحه النادي الاهلي، وكمان الخطه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني النهارده والتشكيل الامثل للمباراه وتالق كل اللعيبه تقريبا بلا استثناء، اللعيبه كلها فايقه النهارده ومقدمه مباراه كويسه جدا جدا. النادي الاهلي لحد الان 2-0، ودلوقتي استراحه بين الشوطين. سيمبا هو كمان فايز على المريخ 2-0، وده ما يشغلناش دلوقتي، اهم حاجه نعدي مباراه فيتا كلوب دي كمان بمكسب وان شاء الله تكمل على خير. النادي الاهلي بيقدم شوط اول ولا اروع ولا احسن، وان شاء الله لو كملنا على كده نقدر نحافظ على الفوز وعلى الانتصار، وثلاث نقط مهمين جدا هيخدمونا في سباق الصعود وان شاء الله كمان في سباق الصداره للمجموعه علشان تتلاشى الاصطدام بالفرق الكبيره بدري. يعني ايه تتلاشى الاصطدام بالفرق الكبيره بدري؟ ان انت لو صعدت تاني المجموعه هتقابل يا الوداد يا سان داونز يا الترجي، اذا الترجي صعد اول مجموعته وده الاقرب يعني، اما لو صعدت تاني فهتبقى الموضوع اقل، ممكن تلاعب مازيمبي مثلا لو صعد او الهلال في مجموعه سان داونز او مثلا شباب بلوزداد او غيره غيره غيره. المهم ان انت ما تصطدمش بالفرق الكبيره بدري، ولكن كنت شايف ان الفريق اللي عايز ياخد البطوله ما يهموش هو هيلاعب مين، سواء الوداد سواء سان داونز سواء ايا كان الفريق المنافس، فانت اللي عليك ان انت هتلاعب مين يبقى عينك على المكسب ايا كانت قوه الفريق المنافس. فالنادي الاهلي النهارده عمل شوط كويس على فريق مش كبير وفريق مش قوي عشان نكون صراحة. دي كانت حلقه النهارده على السريع بين الشوطين، وان شاء الله نحاول نعمل حلقه بعد الماتش باذن الله. سلام.